أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الأخبارية وهذا أبرز عنوانها مجلس حقوق الإنسان يقر عدم تعارض الأجر مقابل العمل مع الحريات النقابية كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن موقفه بخصوص تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل الذي تعتبره النقابات غالباً تعدياً على حق الإضراب وأكد المجلس في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسه حق الاضراب ان الاقتطاع من اجور المضربين والذي ينص عليه القانون الوطني ويكرسه العمل القضائي يتوافق مع المعايير الدوليه التي وضعتها لجنه الحريات النقابيه والتي توضح ان الاقتطاع اثناء الاضراب لا يتعارض مع حريه النقابات واشار المجلس في مذكرته التي حصل عليها حصريا الى ان لجنه حريه التجمع تعتبر الاقتطاع من الاجور خلال فتره الاضراب ممارسه مشروعه ولا تتنافى مع مبادئ حريه التجمع ومع ذلك اوضح ان الاجتهادات الفقهيه ترى ان هذا الاجراء مقبول في حال تقديم مطالب العمال لكن لا ينبغي تطبيقه عندما يكون الاضراب ناتجا عن تاخير في دفع الاجور او التضييق على الحريات النقابيه او المطالبه بتطبيق القانون استشهد المجلس بالتشريع الفرنسي الذي يتبنى استثناء يلغي قاعدة الأجر مقابل العمل إذا كان الإضراب بسبب إخفاق كبير من جهة المشغل، مثل عدم دفع الأجور، كما أشار إلى المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، التي تنص على الاقتطاع من أجور المضربين باعتبار التغيب عن العمل بسبب الإضراب حالة عدم إنجاز للعمل. مما يتماشى مع مواد مدونة الشغل والمبادئ المحاسبية المنصوص عليها في المرسوم الملكي لعام 1967. وأضاف المجلس أن القاعدة القانونية للاقتطاع تستند إلى القانون رقم 81، 12، المتعلق بالاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل دون مبرر، حيث يجب أن يكون الاقتطاع مشروطاً بشروط شكلية حددها المرسوم. وأكد المجلس أن محكمة النقد سبق أن أصدرت أحكاماً تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين وفق مبدأ الأجر مقابل العمل. وفي هذا السياق أوصى المجلس بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع، والتنصيص على استثناءات تعفى من هذا المبدأ، خاصة في حالات تأخير دفع الأجور أو التضييق على الحريات النقابية. كما شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل تنفيذ أي اقتطاع. وفي توصياته العامة حول مشروع قانون الإضراب، دعا المجلس إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن حرية التنظيم النقابي، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات كآلية؛ لتقليل حالات الاضراب وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات، كما أوصى بصياغة قانون مختصر يركز على المبادئ الأساسية لممارسة حق الإضراب بدلاً من وضع قيود صارمة عليه. واقترح المجلس تعزيز اليات حل النزاعات الشغليه والمفاوضات وتفعيل مشروع قانون المنظمات النقابيه ودعم القضاء الاجتماعي بالموارد اللازمه كما اوصى بتشجيع ابرام اتفاقيات العمل الجماعيه التي تضمن السلم الاجتماعي داخل المؤسسات ودعا الى مراجعه بعض النصوص القانونيه المتعلقه بانتخابات مندوبي العمال داخل الشركات